جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول: أنا مصرية وأريد أن أذهب إلى تحفيظ القرآن الكريم للنساء لأنني ضعيفة في قراءة القرآن الكريم وفي التجويد، إلا أن زوجي يمنعني من ذلك، فبماذا ترشدونني؟ جزاكم الله خيرا. نعم. تقول إنها تريد أن تذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم للنساء لأنها ضعيفة في قراءة القرآن الكريم وفي التجويد، وزوجها يمنعها من ذلك، وتقول إنها مصرية، فبماذا توجهونها يحفظكم الله؟ الأولى بزوجها أن يأذن لها الذهاب إلى مدارس تحفيظ القرآن لأجل تجويد القراءة وتعديل القراءة إذا لم يكن هناك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر، يعني يخشى عليها من الفتنة أو أنها تضيع أعمال البيت أو تضيع أولادها، فلا شك أن بقاءها في البيت هذه الأحوال أمر واجب. وعلى كل حال طاعة الزوج واجبة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا أنه لا ينبغي للزوج أن يمنعها مما فيه خير وفيه مصلحة ولا يترتب عليه مفاسد، ينبغي له أن يساعدها على الخير. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان عنده المقدرة والاستطاعة على أن يدرسها ويعلمها القرآن فإنه يقوم بذلك ولا تحتاج إلى الذهاب إلى مدرسة. نعم.